ليقارع من الفاتيكان، والفاتيكان دولة وأشدها تأثيرا في السياسة العالمية وتوجيهها. أنا قرأت إحصائية من 17 عاما تقريبا، عدد الذين يدعون بمبشرين 300,000 يقبضون رواتب غير جيش من المتطوع لا يعلمه إلا الله. تأتيهم ميزانية العمل من أوروبا وأمريكا بمليارات لا يعلمها إلا الله. فالصينيات لما قرر أن يعمل قرر أن يقارع تلك الدولة بالإمكانيات التي ذكرتها لكم، ما قرر شيئا يسيرا. دكتور عبد الرحمن السبيط، in our last video we just introduced Dr. Abdul Rahman Sumait, but in this video we shall show more stories of Dr. Abdul Rahman Sumait from Africa, especially on how he dealt with his competitors. صارت لنا يوم الايام كنا في منطقه نائيه جدا في صحراء وتعطلت سيارتنا، جلسنا والشمس وما عندنا ماء ولا عندنا اكل. بعد شويه راينا سياره بعيد مقبله اشرنا لها فوقفت وتبين انها سيارة الكنيسة وفيها قسيس إيطالي. قلنا لهم والله سيارتنا معطلة، إذا كان بالإمكان تنقلونا إلى أقرب قرية. ففوجئت برد القسيس الإيطالي وقال أنتوا أعداء أعدائنا، أنا ما ممكن أساعد أعدائي، وخلوا محمد صلى الله عليه وسلم هو يساعدكم. قال للقسيس خلوا محمد يساعدكم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ومشوا تركونا. فأنا تألمت لأن قال هذا الكلام. بعد شوي الله سبحانه وتعالى سهل لنا ومشينا. بعد مسافة تقريبا 5 كيلو قدر الله أن سيارته معطلة. سبحان الله. وقفنا. نعم. وقعدنا نساعدهم. فعلا صاحت سيارتهم وديناهم القرية. طبعا طول الطريق والعرق تصبب من القسيس خجلان أكيد طبعا نفسها. خجلان. بعد مدة سمعت أن كل الناس اللي كانوا بالسيارة كلهم أسلموا. ما شاء الله. Despite the animosity and the bad manners of the priest, the doctor still kept the da'wah as the priority and helped them, showing good manners, hoping for their guidance. Here's another story of how Dr. Smaid gave da'wah to a priest who came to write a book against Islam. في عام 1984 جاء يطرق الباب علي في البيت، قلت له نعم، وقال لي أنا الفلان الفلاني قسيس ولاحظ انتشار الإسلام في رواندا، فالكنيسة كلفتني بأن أكتب كتاب أحذر الناس من الإسلام. والحقيقة أنا معلوماتي عن الإسلام ضعيفة، وقرأت الكتب الموجودة عن الإسلام عندنا بالكنيسة ليست مفيدة جدا، فجيت ساعدوني حتى ألف كتاب ضد دينكم. قلنا لحياك الله وأهلا وسهلا، وأدخلنا وشربنا شاي وبدأنا نشرح له وهو يكتب يسجل. ثم بدأ يسأل أسئلة، وبعد ساعتين قال أنا أجي يوم ثاني ويوم ثالث. اليوم الثالث رفع سبابته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بفضل الله، and then with a little patience and wisdom from the doctor, the priest who came to write against Islam became one of the finest preachers of Islam. هذا الرجل توفي رحمة الله عليه، لكن قبل وفاته ترك أثر في قلبي ما أنساه. لا يمكن يمر يوم عليه بدون ما يسلمون الناس على إيده، وإذا مر يوم ما أسلم إنسان ما يستطيع أن ينام. ذهبت إلى زيارة قبيلة أي قرية من القرى اسمها طابة، فوجدت أن أهلها من المسلمين ولكن من المسلمين الجهلة. جاءهم قسيس نصراني أمريكي وسكن هو وزوجته وأولاد الثلاثة. والله يا أخوان حتى الماء للإغسال ما عنده، يذهب بالسيارة مسافة ساعتين حتى يغتسل هو ويغتسلون أولاده في سبيل إصراره على أن يبقى في هذه القرية. بقى فيها 33 سنة. نص سكان القرية طبعا كلهم فقراء عايشين على المساعدات، نص سكان القرية بالضبط 50% كانوا يشغلون بالكنيسة. أظن عنده 100 بستاني معينهم بستانيين، بس والله بالقرية ما في ولا نبتة لأن أصلا ما في مي. وبدأ يأخذ أولادهم
يخليهم يوقعوا على أوراق ما يعرفونها. الأوراق مكتوب فيها أن ما له حق أبدا الأب أن يطالب بابنه، وإذا قال يرجع لي الابن يدفع كل شرفنا، يرسلهم المدارس تنصيرية. يمكن أكثر من نصف القرية تنصروا، فقلنا خل نلحق على البقية ما يضيعوا. بنينا لهم مسجد، فأرسلنا الداعية، هو معلم قرآن الصباح وداعية في المساء ودروس النساء وغيره. المسلمين حبوا يحطون ميكروفون، ولكن فقراء قاموا يجمعون، والله يا أخوان على هللة هللة، كل واحد يتبرع بهللة ولا بهللتين بالشهر إلى اشتروا ميكروفون بالطاقة الشمسية. قام هذا القسيس وتضايق، فراح بطيارته، عنده طيارة صغيرة، إلى نيروبي العاصمة، وجاب الطيارة مليئة تماما بمسجلات تشتغل بالهندل بدون بطاريات، وزع عليهم أشرطة فيها الإنجيل بلغتهم هم، لغة البورانة، وزع على أغلب سكان القرية. اكتشف سكان القرية أن داعيتنا عنده شريط فيه قرآن، قاموا بدل الموضوع، جنون القسيس. القسيس صرف أموال كثيرة علشان المسجلات، وجايبينه من تايوان خصيصا مصنع الكنيسة. فانقلب ساحر عليه وتحول إلى خدمة لنا. لم يكتفي المسلمون بذلك، قالوا مو كل البيوت عندهم مسجلات يسمعون قرآن، فنريدك تشغل القرآن بالميكروفون. المشكلة أن الميكروفون موجه على بيت القسيس، فيعرف الفقر، عرض عليهم فلوس، قال لهم بسعر الميكروفون 3 مرات، أنتم كلفكم الميكروفون 750 دولار، أنا أعطيكم 3 مرات 2250 دولار، بس توقفوا القرآن من البث. قالوا أبدا. قال لهم طيب أدفع لكم المبلغ بس تخلون البث داخل المسجد، اللي عايز يجي يسمع، بس أنا ما عايز أسمع. قالوا ما حد يبارك أنك تسكن هنا. سمعت الأسبوع الماضي أن الرجل رفع العلم الأبيض وخبر أهل القرية عيسى المسيح لا يحبكم، وقرر أن ينتقل. يا من يرى. أنا أذكر قبيلة من القبائل في بنين أو قرية من القرى، وسعينا حرصنا على أنهم يسلمون، وكان عندهم ساحر كبير وصنم ويرفضون، وحتى الساحر أغلب الأحيان يرفض أن احنا ندعو هناك، وإحنا مصرين شعرين براحة في القرية. فيوم الأيام رحنا لهم، لقينا عندهم احتفال ضخم وحاملين القرابين بيودونها للصنم، يمرون بشارع بسط القرية، شارع طبعا ترابي، وشايلين ديك على رأسهم، الساحر شايلة، وهم يمشون وراه بيروحون عند الصنم الإله مالهم يذبحونه. فيظهر في نسر جوعان مر وخطف الديك، فالتفت الساحر على النسر وهو رايح، والتفت على الصنم وقال له يا ربنا وينك انت ما تدافع عن نفسك، هذا جايبينه لك، انا لو سرقوا مني ديك والله راح الحق الحراميه بكل مكان، وانت رب ما تلحق الصقر او النسر. فقال لنا تعالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واسلمت القريه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وارسلنا هذا الساحر الى الحج ما شاء الله. Here's a final story to end this video on why a 6-year-old orphan preaches Islam to his villagers. هذا اليتيم فاروق جاء من قرية ليس فيها مسلم واحد، وأمه وأبيه غير مسلمين، وأهله جابوه عندنا ودخلنا في المركز، ويوم من الأيام خرجنا للدعوة أنا وأهلي ومعنا داعية يترجم لنا، وفوجئنا في قاعد في القرية تحت شجرة وعمره هو 6 سنوات، وكان حوله مجموعة حوالي 15 شخص رجال كبار وهو يعلمهم مبادئ الإسلام. لم نصدق أعيننا أن طفل عمره 6 سنوات ويعلم ناس كبار، فجلس معهم وكلمناهم
وأربعة من الموجودين أسلموا حالا، والبقية قالوا اتركونا بس شوية نفكر. واضح ومقتنعين بأن الإسلام هو دين عظيم ونريد أن نسلم. مسكت اليتيم فاروق، دعيت عندنا في البيت لما رجع، وقلت له أنت ليش تقعد تعلمهم الإسلام؟ فقال أنا إذا رحت الجنة ما ألقى إلا عرب، وأنا ما أعرف عربي، فعايز يروحون معاي ناس من قريتي حتى أستانس معاه. These are just few stories from the many hours of stories of Dr. Smith. Hopefully, they are beneficial and inspiring so we can contribute similarly for Islam.